طبعا حضراتكم عايزين تعرفوا النهارده ضيفي مين؟ ضيفي في سطور كده هو مذيع شاطر متألق على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وكمان دكتور صيدلي. إيه اللي جمع إنه يكون دكتور صيدلي ومذيع شاطر متألق ويتقن اللغة العربية الفصحى؟ معايا ضيف النهارده مذيع الأخبار الأستاذ يوسف عبدين. اتفضل يا أستاذ يوسف. أهلا وسهلا شيف، كل سنة وأنت طيب. ازيك حضرتك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ ميرسي جدا على التقديمة الجميلة دي. حبيب قلبي، كل سنة وأنت طيب وكل الزملاء بخير وفريق عملك وكل مشاهدينا بخير. نص رمضان النهاردة، خلاص الشهر بيخلص. كل سنة وأنت طيبين جدا. أجمل شهر في السنة بيعدي. فعلا فعلا شهر كله خير وبركة وأجواء كده روحانية. وبعدين هو رمضان سواء جه في الشتاء جه في الصيف جه في اي وقت، هو بيبقى ليه طعم مختلف. مزبوط. بيبقى ليه طقوس مختلفه، فعشان كده بيبقى شهر ممتاز جدا ومميز جدا كمان، لان بيجمع الاحبه والقرايب والصحاب. وزي ما بيقولوا مصر في حاجه، رمضان في مصر حاجه تانية. طب بمناسبه رمضان في مصر حاجه تانية، رمضان عند الاستاذ يوسف عبدين. هو انا شهر بستناه من السنه للسنه علشان خاطر هدوء، راحه نفسيه شويه، يعني عبادات، روحانيات، فرصه لصلح اخطاء، حاجات كتير بقى تانية كمان اجتماعيه كمان. بالظبط، حلو. صلة الرحم والاصدقاء اللي هم من زمان، نقعد من السنه للسنه على ما نشوف بعض، بيجمع الاحبه. ده حقيقي فعلا. بس الاخضر حلو عليك. ميرسي، اشكرك، كتر خيرك. الهيلثي بقى والاخضر، انا بحب الاخضر عموما يعني. وبمناسبه الاخضر وانت دكتور صيدلي، الاكل الهيلثي والاكل الصحي مع حضرتك موقفه ايه؟ والله بص، مش هخبي عليك، هو انا بعد من يوم ما عرفتك وشفتك وانت جسمك انا الحمد لله، لا بتتخن ولا بترفع. انا طول عمري الحمد لله مهما اكلت ما ما يبانش عليا، ما تخنش يعني. كنت في فتره من الفترات كنت شويه مليان، بس بعد كده بدات احافظ. تعرف بعد سن معين بتبدا الانسان يحافظ على حاجه معينه، وهذا من فضل ربي طبعا، الموضوع الجسم والحاجات دي. لكن بعد الأربعين بيبدا الواحد يدور على الاكل الهيلثي اكتر. وكل حاجه بتتاكل، ما قلناش حاجه، بس بتبقى الكميات بس اللي بتفرق. يعني زمان كنا الواحد ممكن يتكى في الحاجات المسكرات، يختار بقى يعني، يبدا ان هو بالظبط. لكن دلوقتي الهيلث اكتر، السلطات والخضار والفاكهه ده اهم شيء يعني. طيب، بمناسبه الشهر الكريم، احنا عارفين طبعا عندنا السؤال دايما بنساله الساده المشاهدين لما بيجوا عندنا، هو سؤال صعب. احنا بنحضر الماتيريال، المقادير بتاعه الاكله يعني. أيوة. وحضرتك طبعا بتشرفنا وتقول لنا هنعمل ايه النهارده. احنا معانا لحم كندوز بنسبه دسامه عاليه شويه، معانا بطاطس كندوز، وبطاطس وبصل وتوم. كندوز صغير، صغير او كبير مش هيفرق. لا، هتفرق في السوى. في السوى، الله يعني عليك. قالوا لك طباخ شاطر. لا، كواليس بتقول لك. انا بحب المطبخ. بتحب الضاني ولا الكندوز؟ الضاني اكل والكندوز اكل يعني. واضح ان دي صينيه بطاطس باللحمه اعتقد. ما شاء الله يعني، شاطر حاجه زي كده يعني. يوسف شاطر. وعشان كده اللحمه كندوز سالتك صغيره ولا كبيره عشان تستوي بسرعه مع البطاطس، ما ينفعش تستوي يعني. ناكل صينيه بطاطس النهارده باللحمه من ايدك؟ يا ريت يا ريت. ده يبقى احلى لكن الضاني بقى ليه اكل تاني. مشوي طبعا، المشويات رقم واحد. الضاني والكبسه كمان كنت احبها ضاني قوي. طيب، معانا جبنه شيدر مبشوره وعجينه سمبوسه. بس سمبوسه جبنه، سمبوسه دي فزوره دي. طيب، في حاجه النهارده بقى مش هتعرفها دي يعني. ده بص، هي ملهاش قاعده. اوعى يكون في الحلو، لان انا في الحلو مش قوي. انا في الحلو مش قوي بصراحه. انا بشوف اسماء كتيره السنه دي مختلفه، عليك الكنافه والجلاش والقطايف والحاجات دي. بالظبط. ففي حاجه اسمها المكشكشه. الايه؟ ايوه، مكشكشه. ده يعرفها قميص مكشكش، بنطلون، انما حلو مكشكش. يعني افتكاسه مكشكشه. هنعمل مكشكشه بقمر الدين. قمر الدين مش عصير. اوكي، ما انت عارف ان هو عصير. انت محدد ايوه ايوه المكشكشه دي في الاخر هتطلع حاجه حلو. هي عجينه جلاش بالقمر الدين. بس سموها مكشكشه ليه؟ ده هجاوبك عليها واحنا شغالين. هو اكيد اكيد شكلها واخده الكشكشه. كشكشه. طيب، الماتيريال معانا لطيف وزي الفل، وهنشوف هنشتغل ازاي مع بعض. انا معاك. حابب تعمل ايه من دول؟ انا مفيش سلطه. في سلطه؟ مفيش خياره تقطعها. لا لا، خيار المره اللي فاتت. طيب، لا معانا سلطه بلدي النهارده. انا السلطه اساسي بالنسبه لي، فيها جرجير وفيها بصل وفيها طماطم. حلو جدا. لو في وفي فلفل اخضر كمان. الفلفل الحام في السلطه حلو، ولو في جزر يبقى حلو جدا. وتوم يبقى تمام. طيب، قول لي، انا شايف انك انت بتحب المطبخ وغاوي مطبخ وبتخش المطبخ، واولادك بيحبوا ياكلوا من ايد حضرتك.